فقرة تقول رأيك اليوم زميلنا مبارك الكويكبي للأسف بيوهقنا وسأل الناس هل تكذب للحصول على إجازة من العمل؟ نسمع أجوبتكم ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة تقول رأيك. سؤالنا في قرائك اليوم، هل أنت ممكن تكذب أساس تأخذ إجازة من دوامك ولا لا؟ خاشوا من بعض اليوم أبرز الإجابات. إيه نعم، أقول إني تعبان. تمشي عليهم؟ تمشي سكليف. ترتبها على موعد سفرة ولا إذا صحيت من النوم حسيت مالك خلق؟ لا تكون مرتبة في قبلها جدول. إيه نعم. العفو. لا مستحيل. كيف الحل فيها؟ الحل اني يكون عندي ظرف اضطر اني اخذ اجازه، او انه يكون بشكل ودي مع المدير ويكون العلاقه كويسه مع المدير وتمشي الامور تمام. بالعكس اصلا اذا علمت مديرك اصلا هو يقولك روح. اي هذا هو، ليش انا يعني اكذب ولا افاول على نفسي ولا على احد من الاهل؟ فالموضوع ما يحتاج لهال انك تكذب عشان تاخذ اجازه. والله اعرف لك واحد كل ما زادت الجلسه بعت جدتي. والله عاد هذا والله في واحد قاعد يقول عندنا، لكن الله يستر عليه. الله يعافيك. الله كيف؟ صدق؟ ايوه عاد تعطيها؟ ايوه عاد. طب عطنا كذب على قولتهم. السيارة خربان. عطلت سيارتي وما قدرت اجي. ايوه. طيب هل بعدها تروح مثلا مكان تغير جو ولا تكون جالس بالبيت؟ اكيد اطلع. تغير جو وتنبسط؟ ايوه. طب هل الكذبات تجي في المطر؟ لا لا. يفضل تكون في الخميس عشان تاخذ يومين زيادة. تشبكها؟ ايوه. حبيب يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. والله على حسب الإجازة كم يومي، يعني تشبكها مع ويكند بعد ويكند. أوه شيء فيها سفرة. والله يمكن هذه على حسب. لا والله شوف دائما تخليك صادق عشان تروح أنت مرتاح تطمن. أنت مسافر ياخذ إجازة معلمهم وكل شيء، تروح مرتاح مستانس مبسوط. أنا صدق وقت كورونا كنت أقول لهم مخالط يقول عاد تجي. إيه. هذا عذرنا قبل، لكن الحين لا والله ما أقول لا تعلمهم بس صحيح. لا إيش الطريقة؟ أخذ سكليف. تروح تتوجع؟ أيوة أدور لي أي وجع أي شيء أروح أخذ سكليف. بس هذا ترى يسبب تفاؤل على النفس. ليش؟ يعني بعدين لو تفاول على نفسك يرجع لك الموضوع. لا شوف انا مو دائم يعني اخذ سكليف، يعني فترة يعني عرفت صار شيء عندي مهم ولا شيء والدوام صار فيه ضغط وكذا ما اسمعون اخذ سكليف ابشي عليه. الله يعافيك. اي تقريبا. طيب عطنا كذبه يعني كويسه تمشي بالغالب. الاتش ار ما راح يعرف امورك تمام. بس دايم علم انا بظرفي اخاف يقفطني الحين. كيف؟ دائما اقول له في ظرف بس اخاف يقفطني. يعني ظرف هو يعني خاص فيك يعني. ايه عادي قلنا اياه. انا بدي اخذ اجازه والله. شوف انا دائما اقول ميدا انه السياره تعطلت. حلو. انا جايهم بخرده. اوكي. واقول لهم ان السياره تعطلت. فهم يعني الله يعينه ويصدقوني غصب. اخذ لك يومين. اخذ لي يومين. يوم من الايام اتعب نفسي يقولني مريض. وارقد. الدنيا ماشية. وارقد. اهم شيء النوم. شكرا لك يا حبيبي. ربك يا رب. حبيب قلبي. ايوه اكتب. ايش نوع الكذبة بالغالب يكون؟ مرض. تعبانة. تعبانة. اهلي تعبانين في المستشفى. بسم الله عليهم. طيب هل تكون جالسة في البيت ولا تطلعين؟ لا والله بطلع. بسافر كمان. الله يسلمك. حبيت الأجوبة مرة متصالحين مع أنفسهم، خاصة اللي تقول أمر استغفر الله. مرة حبيتها. ندى هل أنت ممكن تكذبين عشان تاخذين إجازة؟ لا الصراحة أنا ما عمري سويتها أبدا، وإذا كنت أبي أخذ إجازة أقول السبب الحقيقي، يعني حتى لو يعني كلفني على نفسي. أنا ما أحب، لأني أنا إذا كذبت يبان على وجهي. لا أنت مكالمة تليفون مثلا، أنا مكالمة تليفون مع أستاذ سالم. أستاذ سالم والله الله يخليك فيني نوم. أنت فضحتي نفسك. إي والله العظيم. لا بس أنا أقول الصدق. تبيني نوم. إي أقول الصدق، لأني أكون مثلا ما نمت قاعدة يوم كامل بشغل وبكرف وبحوسة، ف
لما اشوف انه زميلاتي موجودين ويشيلون ما في يعني انه ما اوهق اقول له عادي استاذ سالم والله اني ما نمت زين عادي انا تعرف ما ودي اطلع على الشاشه يعني بشكلي انه انا ما نمت يعني اعوض بيوم ثاني بس اني انا من الناس اللي افاول عمري في حياتي يا رب لك الحمد والشكر مستحيل افاول لانه انا من غير مفاور يعني ما شاء الله الله يديم علي النعمه الحين لي هذا الشهر هو الوحيد يعني ما مرضت فيه صدق يعني مرض ممكن ياثر حتى على خروجي على الشاشه بس انا احط سهل كثير من الناس يعني على انهم هم يمرضون نفسهم وهم اصلا ما فيهم العافيه بس عشان يكتبون ياخذون اجازه يعني فصدق حرام يعني تنقلب عليهم فعلا حقيقه لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا صحيح طيب انت لو 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 اضطريتي وش تقولين العذر اقول العذر الحقيقي يعني والله اقول جد والله مو مثاليا انا ما اعرف اكذب لو اضطريت يلا قلك لا ما في غياب والله ما في شيء في بالي صراحه بترضين ينخصم من الراتب ولا بتضطرين تروحين تجيبين استكليف ما عم سويتها استكليف هذه اخصم من الراتب عندي اهون اوكي انا عجبني انا الكذب الستاند باي الكنترول قاعدين يحاولون يحجرون لنا يا ناس سيارة تعطلت السيارة لا ما أفاول على سيارتي بسم الله عليها تو جديدة من يفاول عليها زحمة بس أنا أكون صدق والله زحمة قسم بالله أكون صدق بس أني ما أغيب بس أني أداوم كم مرة قلت بس أداوم والله أجي وأداوم ما علي بس أني أغيب ما قد سويتها والله يعني أنا قلت مثلا تعب لحظة خلونا نفكر ستاند باي كذبة تعبانة مسخنة أول ما أرد على طول ممثلة شاطرة ودي الموضوع ودي خلينا نطلع فاصل قبل تفضحين نفسك أكثر فاصل ونرجع لكم